ويدركنا هذا الجمع في هذا الكتاب السياسي المحدد يفرض علينا أن نتحدث أكثر ما بآفاق أكثر شساعة ورحابة حتى لا نكرر. نعتقد بأن موضوع سيدي النقيب لما ركنت إلى نفسي وجدت أنه تحت عن سماد يمكن أن يقع بعد حراكات ديال هيئات مؤسسات حركات ديال الجمعيات ديال المحاميات والمحامين ديال مجالات متعددة إعلامية وحقوقية التي تحدثت عن ما لم يشهده القطاع المحاماة منذ سنوات، حينما خصوصا حينما احتدم النقاش القوي بعد طرح مسودة قانون عدالة المحاماة. وأنتم تعلمون ذلك، والسادة النقباء زميلات وزملاء تابعوا ولا زالوا يتابعون هذا النقاش. قدمت ملاحظات، قدمت وجهات نظر، قدمت مقترحات، بلورت أفكار في كل القضايا التي جاءت بها المسودة. وكانت هناك إسهامات محترمة، كانت هناك إسهامات تثير النقاش، كانت هناك اختلافات بيننا، وذلك أمر طبيعي وعادي، ونتمنى أن يكون في كل الأمور لا نسمع الإجماع. الإجماع يفسد المسار ديال التطور ومسار لقاح الأفكار والبحث عن كل جديد ومفيد. ومن الضروري أن نتساءل اليوم، ونتساءل خصوصا بحضور السيد رئيس تشبيه سيادة محمد المريض، ونحن نعلم الجهد الذي قام به السيد الرئيس مع زملائنا أعضاء المكتب والسادة النقباء المنضوين والمنشغلين بقضايا المهنية والمهووسين بآفاقها. نحن ننتظر أن نعرف الحلقة اليوم ماذا تمثل؟ هل تجعلنا نطمئن بأن نقاش مؤسستنا مع المسؤولين على صعيد الوزارة وعلى صعيد الحكومة مناقشة تفتح الآفاق فعلا لإيجاد حلول استراتيجية في منظومة قانونية للمحاماة، والتي وصفت في مخرجات الحوار الوطني بأنها تدخل في المخطط الاستراتيجي لإصلاح منظومة العدالة، هي ومسطرة مدنية ومسطرة جنائية، فضلا على كل المقتضيات التي تهم القلق. لنطرح السؤال فعلا، هل نحن ننتظر الجديد؟ هل نحن ننتظر القفزة التاريخية التي يمكن أن تقدم مهنتنا وتقدم الدفاع في ظل كما قال السيد النقيب بسرعه في ظل الدستور ومقتضيات الدستور 2012 الآن أم لا؟ يبدو لي أنه منذ 2011 اليوم لم تزد المهنة إلا تهميشا. في الوقت الذي كنا نرى أن العدة والاستعداد يسير في اتجاه الاهتمام، وهذا شيء طبيعي، الاهتمام بالمؤسسة القضائية، المجلس على السلطة القضائية والنيابة العامة، إنزال القوانين التنظيمية، الخلافات شدتنا كلنا، أي سلطة قضائية نريد، ما هي مظاهر الاستقلال، أي سلطة للنيابة نريد، مظاهر الاستقلال، علاقات بال كل ذلك انتهى بتعيين المجلس على السلطة القضائية، انتهى بطرح النصوص التنظيمية، إلا مهنة المحاماة، إلا مهنة المحاماة. والجمعية منذ سنة 2012 وهي تقدم المشاريع، وتقدم مشاريع كاملة، وتقدم المجهودات، وتطلب الاستعداد للنقاش. وإلى اليوم رغم هذه اللقاءات، ورغم الخلوات، ورغم الاجتماعات الطويلة، ورغم حسن نية الوزارة ووزير العدل، فلا زلنا نتساءل هل هناك النية السياسية. ولذلك قلت بأنه اليوم يجب أن تتبنى القوى السياسية طروحات المحاماة، لأنهم انتم المعبر لمراكز القرار السياسي. إلى ماذا النص ديال القانون المهنة، المسار السياسي وصل للحكومة وخلي الحكومة وصل للمؤسسات، شنو نلقاو هذا اللخط ديال النقاش الطويل منذ 2011 حتى
تقول شيء ما عاد ولايتكم السيد الرئيس منذ 2011 لم تسق الدم ولم يكن اي فاعل سياسي تقلد المسؤول داخل وزاره العدل انه قال يجب ان نعطي الاسبقيه لانه مهنه المحاماه والمهن القانونيه في ظل منظومه يدخل في باب الاستراتيجيات الاساسيه التي لها اسبقيه مثلها مثل السلطه القضائيه. من 2012 2016 كان الموضوع ينتظر الحسم. كان الموضوع ينتظر الحسم. لذلك انا اول تخوف اقوله وهو عدم انتباه القوى السياسيه لهذا التاخير المفرط في الوقت الذي توجد فيه نقابات كل نقابات في العالم خصوصا في العالم او شمال البحر المتوسط تسير في اتجاه التغيير اذا لم اقل السنوي اذا لم اقل الشهري يكون السنوي. تغيير فيما يتعلق بالدفاع عن مقومات استقلال المحاماه، تغيير فيما يتعلق بموقع الحق في الدفاع في كل مراحل المحاكمات ماشي غير المدنيه والتجاريه ولكن المجالات الجنائيه، التغيير فيما يتعلق بالعلاقات داخل الفضاء الاوروبي من خلال قواعد قانونيه داخليه تمس كل محامين ديال الاتحاد الاوروبي، نظام داخلي يمس كل محامين الاتحاد الاوروبي، مجالات التاديب تمس كذلك كل الفضاء الاتحاد الاوروبي، ونحن لا زلنا المحرك ساكنا. هذه الخلاصه اللي يمكن نقول بانه زملائي وزميلاتي خلال كل النقاشات وصلنا اليه، او وصلنا الى انه نحملكم المسؤوليه فيما يتعلق بالدفاع عن مطالب مهنه المحاماه ومؤسسه المهنه المحاماه، وننتظر منكم السيد الرئيس الكاتب الاول المحترم زميلي وصديقي الاستاذ دريس شكر سيقول بانه فعلا نحن اليوم جئنا للسمع. نقول لكم السيد الكاتب الاول اننا محتاجون الى اصوات سياسيه قويه كما دافعت على قانون 2002 تدافع اليوم على مشروع القانون باسم جميع المحامين. باسم جميع المحامين. اما التوجهات الاساسيه لهذا القانون فاذا كانت الخلاصات التي وصلت اليها النقاشات جيده جدا جيده. لكن علينا ان ننتبه الى نحن ندافع عن منظومه. ولكن لا ندافع عن مخرجات مظاهر ازمه. لان يعني مظاهر ازمه نعرفوها تبدو لنا فاش. اولا فشاشه القانون الجديد وعدم قدرته على مسايره الوضع المهني والوضع التنموي والوضع الاقتصادي والوضع الحقوقي في المغرب. ثانيا تظهر في اختلالات مؤسساتيه. لدينا مؤسسات مهنيه فيها اختلالات. داخل الجمعيه هناك اختلالات. يجب ان يكون في قانوننا ما يقوي من مؤسساتنا، مؤسسه النقيب، مؤسسه المجلس، مؤسسه الجمعيات العموميه. اليوم يجب ان نسمع المؤسسات المهنيه اطارات الموازيه تنادي بضروره مراجعه الصلاحيات لكل هذه الهيئات، وانا اقول تمتين بمجال تمتين موقع النقيب، تمتين موقع المجلس يجب ان نبحث عن صياغ تعطي فعلا، لانه ما يمكنش السيد الرئيس السادة النقباء قواعد المحامين التي وقفت تتصدى لكل الامور التي تمس المهنه بالوقفات بالبرلمان وقفات الوزاره، انا تقول من هذه المظاهر يجب ان نستخلص الدروس. يمكن فيها اخطاء، يمكن هناك امور بعض منا لم يتفق عليها، ولكن نقول يجب علينا ان نستخلص الدروس، وبالتالي يجب ان تكون لاصوات قواعدنا مكانه. مكانه. سميها اللي بغيونا. واش التقرير، واش تقديم ملاحظات، واش توصيف، ولكن يجب ان ننتبه الى هذه المؤسسه. لذلك اقول بانه هشاشه المؤسسه ديالنا يجب ان تكون في صلب الاهتمامات داخل منظوم النظام الجديد للمساحه. ثانيا القيام السيد الرئيس، قيام سادات النقباء. نحن نشكو من اختلالات في القيام. ما بقاش قيام. سمعتنا الناس باننا اصحاب مصالح خاصه ماديه. يسعنا الناس باننا اصحاب عداوه مع الخزينه العامه ضد الضرائب. يساهم البعض منا في هذه الامور من خلال عده ممارسات. اذا القيام ماشي هي قيام القانون الداخلي، قيام يجب ان تكون
بحال الماده بحال تصدير الدستور داخل النظام المهني وداخل المنظومه القانونيه. رابعا موقع حق الدفاع. موقع حق الدفاع السيد الرئيس سادة النقباء ضعيف الى اليوم، ضعيف الى اليوم. لازمنا نطلب من الدوله ان تعترف لنا بحق الولوج والحضور في النقاش مع خلال المحتمين. لازمنا نطلب السماح لنا بالحصول على وثائق ملف التحقيق. لازمنا نطلب تمديد نصف ساعه حين الزياره للناس امام حراس النظير. لازمنا ولازمنا. اذا اليوم يجب ان تقوى، ان يقوى مركز الدفاع، وان تعطى له المعاني الحقيقيه، وان ترسم داخل المنظومه القانونيه اي داخل القانون ديال مهنه المحاماه. عندنا مرجع كما قال النقيب القصراوي هو الدستور، هو الدستور. دستر حق الدفاع، يجب ان يكون حق الدفاع بمظاهره الحقيقيه، وما يتطلب ذلك من تغييرات بعض القوانين التي لنا الممارسه في ظلها يوميا. مسطره مدنيه في حين اليوم المشروع المسطره المدنيه، واليوم مشروع القانون المسطره الجنائيه لم يتقدم اي خطوه، بل المسطره المدنيه فتحت الافاق للمزاحمه ماشي مع مؤسسات قانونيه التي تدعم حق المواطن في الاستشاره الحقيقيه، في المكانه القانونيه الحقيقيه، في الولوج الى القضاء بكفاءته، ولكن بالمنافسه مع المتقاضين حينما يسمح لهم بالترافع في كثير من القضايا ولا حاجه لهم بالاستعانه. معنى انه حق الدفاع لا يقتضي منا فقط ان نقول المحامي هو اللي تاخذه في الجنايات ويرافع السنه الثانيه وما يرافعش في السنه الاولى، بل انه حق الدفاع الذي يقتضي ان نعطي للمؤسسة الدفاع المكانة الحقيقية، ونقول يجب أن تلتزم، أن تنحني الدولة بهذا المطلب وتعتبر بأن وجود مؤسسة الدفاع هو المساهم الحقيقي في الأمن القانوني والأمن القضائي. كلما أبعدنا مؤسسة الدفاع في كل المجالات إلا ووقع الخصاص وأثرنا على سلامة القرارات القضائية وأثرنا على سلامة استقلال القضاء، وحينما تنتهي المهنة المحاماة سينتهي القضاء كما تعلمون. وأنتقل بعد ذلك إلى المؤسسات. أي منا حينما نتحدث عن انتخابات ينتقد مسطرة الانتخابات؟ أي منا لا ينتقد مسطرة الانتخابات؟ ماذا أعد أعددناه نحن في المشروع؟ ما هي الصيغة الجديدة التي يمكن أن تربطنا بمؤسساتنا بقوة وأن لا تفتتنا حين طرح الانتخابات؟ يجب ان نفكر، هل لنا في هناك من بدائل؟ يجب ان نفكر جميعا في البدائل. واعتقادي بانه البديل المتعلق بالانتخاب باللائحه يمكن ان يكون بابا لتقويه مؤسسات. حتى ننتهي في كل الانتخابات اننا ندخل في معارك ابتداء من نهايه الانتخابات، ندخل في معارك مستقبليه. ثانيا المجلس الوطني للسيد الرئيس. مجلس وطني انا في اعتقادي من المدافعين له، من المدافعين عليه. لانه لا، اولا لا يعوض الهيئات. ثانيا لا يزاحم جميع هيئات محامين المغرب. لكن هناك وظيفه تقتضيها التطور اليومي والحالي اليوم وغدا. 17 هيئه تحتاج الى موحد. 17 هيئه تحتاج الى قوة اضافيه. ماشي اذا قوة تحل محلها. قوة إضافية تفتح آفاق المحاماة وتشع مهنة المحاماة على الصعيد الوطني والدولي. وأعتقد بأنه مجلس اللي نفكروا اليوم يمكن نختلفوا أشنو هي الطبيعة ديالو والاختصاصات ديالو والمكونات ديالو، ولكن هذه الأمور ماشي صعبة، يمكن نتفقوا شنو هي المكونات ديالو وندخلوا في التجربة، ولكن نزولوا على أنه العضوية الدائمة ومدى الحياة. نزولوا بأنه لا تكون هناك لا تكون هناك الطاقة المهنية كلها متمثلة وبالمساواة. عندنا طاقة مهنية للنساء سيد النقيب سادة النقباء، فعندنا طاقة شابة قوية جدا. يجب أن نفكر بعد معناه أنه هذا المجلس ليس بديلا أو ترفا، ولا جاء ليزاحم وجود المؤسسة ديالنا التي هي المسؤولة عنا وأمامها نؤدى
وأمامها نؤدي اليمين وبواسطتنا نؤدي اليمين، وهي التي ترسمنا وهي التي تؤدبنا وتشتبنا. ولكن نعتقد بأننا اليوم يجب أن يكون مخاطبنا يشكل الضمير المهني القوي على المستوى الوطني، يشكل الضمير المهني القوي على المستوى الوطني، وتكون له اختصاصات ضيقة ومحددة حتى لا يظن أحد بأن هذا المجلس راه غول سيبتلعنا. ثالثا، يجب أن نرفع يد الدولة ويد وزارة العدل عن الميناء وعلى المحاماة. لا يقال سيد النقيب سيد الرئيس أن تصمتوا وقولوا لنا وجودكم عندكم، خلونا أنتم استفزتونا في النقاش ديالكم، خلينا نطرح عليكم الأسئلة. كيف ستقولون للسيد الوزير الذي قرر أن ينشئ قانونا تنظيميا أو مرسوم تنظيمي يحدد واجبة من الخيرات؟ معناه أننا نحن ما عندناش الكفاءة باش نقولوا فعلا هل هذه الواجبات هي فعلا تناسب الوضع المجتمعي لمجتمعنا، أو أن هناك مغالاة، هناك تضارب. الرباط شيء، قنيطرة شيء، الدرب إلى شيء، طنجة شيء، هذا شيء غير مقبول. ثانيا، الملايين ديال الدراهم في نظري غدا سيقول القضاء كما قال القضاء بأن هذه المبالغ لا غير واجبة في القانون، وتسجلوا الناس في هيئات، تسجلوا قضاة في هيئات بدون أن يعدوا المبالغ طويلة. كما يجب علينا أن نقف من أجل نقول للمشروع لا يمكنكم السيد الوزير أن تحلوا محل النقباء والمجالس لتقبلوا المحامين الأجانب. كيفاش صدر وزير العدل مرسوم أو إذن بممارسة المحامي إلا في إطار محدود؟ الآن سنعرفوا الإذن في إطار محدود، لكن المشروع أو المسودة تتحدث عن تسجيل المحامين بإذن من وزير العدل. مرفوض هذا، مرفوض. هناك اتفاقية ثنائية بين المغرب بين عدد من الدول تنظر وتحدد صلاحيات التسجيل وصلاحيات الممارسة. إذا أردنا أن نغير ونمدد علينا أن نطالب بتعديل الاتفاقية الثنائية لكي نحرص على التعامل بالمثل، نؤدي من جهة ونستقبل ونأخذ من جهة أخرى. ولذلك لا يمكن نهائيا، وأنا شخصيا لست ضد المحامي الأجنبي، لكن ضد تنظيم ممارستهم داخل المهنة وداخل الهيئات وتحت سلطة النقيب. لا يمكن أن يكون أنا سلطة النقيب ويأتي زميلي من أي بلد كان ويكون سلطته سلطة نقيبه أو سلطته هي سلطة وزير العدل. ولذلك أعتقد بأنه هذه هي المكامن ديال الخطأ في قانون المهنة، مكان الخطأ في قانون المهنة مادة 12 مادة 35. أنا ما بغيتش نسرب المواد، ولكن هذه هي الخطوط العريضة التي علينا أن ننتبه لها. وأخيرا، في مشروع ديال إصلاح المنظومة القضائية وفي المسودة اللي ستقول بأنه ستنزل استراتيجية ديال إصلاح المنظومة العدالة 12/2016 جاء فيها الحديث على معهد التكوين كما جاء قبل 30 سنة. اليوم 30 سنة عندنا في معهد التكوين، 30 سنة 13-20 سنة 30. اليوم 30 سنة على تاريخ الإعلان على النية بإنشاء معهد التكوين. جاء مخطط استراتيجي ديال إصلاح منظومة العدالة واعتبر بأنه الاهتمام بالمهنة القانونية وعلى رأسها مهنة المحاماة يتطلب كذا وكذا، ومن جملتها إنزال المعهد. واليوم لازلنا لا نعرف شيئا عن هذا المشروع. فعلا إذا كان مشروع يجب أن تكون فيه الكلمة لهيئتنا ولجمعيتنا ولمجلس الوطني في المستقبل فيما يتعلق بمنهجية العمل، منهج التكوين، إشراف مباشر، إشراف على التكوين العلمي والقانوني. ولكن اليوم الباب لا زال مفتوحا على المجهود سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. شكرا.